في نص القرن 19 ما كانش فيه مضارب في بورصة وول ستريت زي دانيال درو، متعهد دفن الموتى ولعنة وول ستريت زي ما كانوا بيوصفوه. كان فقير غير متعلم لكن طموح، نفسه يبقى غني، فقرر المضاربة في البورصة والتحايل على الناس عشان يعمل ثروة ضخمة، ونجح فعلا. يقال ان ثروته وصلت ل 16 مليون دولار. من ثقة الناس في مهارته في المضاربة، لو اشترى اسهم لشركة يقلدوه، ولو باع يبيعوا، وده خلاه يستغلهم ويضللهم عشان ياخد فلوسهم. كان عنده حيلة مشهورة، يدخل حانة قريبة من البورصة ولما يجي يحاسب على المشروب يوقع ورقة على الأرض مكتوب فيها إن الأسهم دي هترتفع جدا قريب، ويسيب الورقة ويمشي، ينقض عليها المضاربين ويروحوا بسرعة يشتروا الأسهم، وفي الآخر تطلع الأسهم بتاعته وإن ضحك عليهم وخد منهم فلوسهم. دانيال درو كان بيعمل بالظبط زي الأندية والمدربين في الدوري المصري دلوقتي. المضاربة ظاهرة التغيير الكتير للمدربين مش منتشرة بس في المحروسة، موجودة في الوطن العربي كله وبالأخص شمال أفريقيا. في الموسم ده حصل 13 تغيير لمدرب في 30 جولة في الدوري السعودي، وفي المغرب اتغير 20 مدرب في 24 جولة لحد دلوقتي، وفي تونس اتغير 25 مدرب في 26 جولة، وفي الجزائر اتغير 21 مدرب في 21 جولة. الدوري المصري لسه مخلصش، وحصل 29 تغيير لمدرب في 29 جولة تقريبا، ده غير المدربين اللي اشتغلوا مؤقتا زي أدهم السلحدار وزيزو وأحمد العجوز ورضا شحاتة وطارق يحيى. الظاهرة أسبابها كتيرة، أبرزها إن العقود بين الأندية والمدربين بتبقى لفترة وجيزة، والشروط الجزائية ضعيفة جدا، وأحيانا المدرب بيشتغل من غير عقد زي ما حصل لأحمد سامي في طنطا، أو بعقد ما فيهوش شرط جزائي زي ما قال لنا عبد الناصر محمد بعد ما ساب نادي مصر. النادي بيعمل كده خوفا من فشل المدرب، وعشان ما يدفعش كتير لو مشاه، وده اللي قاله احمد مرتضى لما اتسأل عن رحيل كارتيرون. وفي محللين بيفسروا ده انه خوف من الجمهور زي ما قال حازم امام. وفي المقابل المدرب بيقبل ان فرصه التدريب في الدوري الممتاز مش سهله. الزمالك لما جاب كارتيرون كان عقده نهايه الموسم، والاهلي لما تعاقد مع فايلر كان العقد مدته موسم. في اوروبا اقاره المدرب مكلفه جدا، لان العقود مدتها طويله والشروط الجزائيه كبيره. لكن في مصر ممكن النادي ما يدفعش مليم، او المدرب يقول للفريق في اي وقت سلام عليكم. احيانا النادي ما بيديش الفرصه كامله للمدرب، مع اول تعثر بيقوله اتكل على الله، زي ما حصل مع ديسابر ومع يسيتش. نسبه النقط اللي حصل عليها بيراميدز والاسماعيلي بعد المدربين قلت عن الاول. وساعات المدرب بينسحب لو النتائج مش كويسه، زي ما مشي علي ماهر من انبي وحسام حسن من سموحه، او يلاقي ظروف تجبره ما يكملش. مجدي عبد العاطي قال انه ساب اسوان عشان اللعيبه ما بتقبضش. وما ننساش تصريح محمد صلاح الشهير لما قال لو مورينيو درب طنطا الفريق هيهبط برضه. ايهاب جلال حقق نتائج كويسه جدا مع المقصه لكن مشي، ومدير الكره في النادي قال ان جلال ما قبضش فلوسه في اخر 4 شهور ونص. وطلعت يوسف زهق من الانتقادات المستمره وقال انه هيمشي قريب من الاتحاد. ايهاب جلال اختار يسيب فريق عشان فريق تاني ونجح، لكن في مدربين لو غيروا النادي ممكن ما ينجحوش زي ما حصل مع فريق العشري. الارقام بتقول ان مش دايما الانديه هي صاحبه القرار. في الموسم ده 13 مدرب اختاروا الاستقالة و13 مدرب قررت الأندية تستغنى عنه. عملية التغيير سواء من المدرب أو النادي أشبه بالمضاربة، يا إما تصيب زي ما حصل مع أندية كثيرة منها الزمالك اللي نتائجه تحسنت جدا مع كارتيرون مقارنة بميتشو، وزي ما حصل في أسوان مع أحمد كشري، يا إما تخيب زي ما حصل برضو مع أندية كثيرة منها المصري اللي نتائجه تراجعت جدا بعد ما مشي إيهاب جلال، وزي طنطا اللي برضو نتائجه سائد بعد ما سابه أيمن المزيد. في أندية تحسنت بعد ما غير المدرب، وأندية تانية نتائجها سائد. طول ما العقود ضعيفة واختيار المدرب عملية مضاربة أكتر من إنها تعاقد مع مدير فني كويس، لعبة الكراسي الموسيقية في الدوري المصري مش هتخلص. نسيت أقول لكم، دانيال درو بعد ما بقى غني ومعاه فلوس كتيرة اكتشف المضاربين إنه كان بيشتغلهم، وزي ما عمل ملايين من البورصة خسر فلوسه من المضاربة برضه.